دونك نتعرف عليك. امنة بن جمعة، صحفية ومدونة. تشرفوا امنة. امنة، انت تساند لينا في برشا حكايات على جائزة نوبل السلام. يعني شنو تخليك انت تتحمس على الترشيح نتاعها، وكيفاش تنظر لاستحقاق لينا للترشيح؟ أنا بالطبيعة نفرح ياسر، خاطر أولا لينا هي مواطنة تونسية، ودونك أنهم اقترحوا اسم تونس حاجة ياسر تكون باهينة وتفرحنا. لينا من الناس اللي ناضلوا من قبل 14 جانفي برشا، إذا معناها ما فماش علاش باش أنا أني ما نكونش فخورة باش أنها لينا تكون موجودة في المكانة هذه. وكان معناها مهما كان لينا باش تكون أول تونسية عربية اقترح اسمها في جائزة نوبل، وهو شرف كبير لينا احنا كتونس. تونس أول بلاد فجرت قارات عربية. كيفاش طريقة المساندة نتاعكم أنتم جسمتوها من مجرد معناها مساندة ذاتية إلى المساندة معناها على الصفحات الإلكترونية؟ هي لينا الحرب نعرفوها بطبيعة من قبل، حتى كنا مبعدنا عن النضال عبر شبكات الانترنت. فرحنا ياسر الاول، لكن شفنا اللي فما الناس عندهم برشا حقد على غالب وغيرة اللي خليوهم ولاو يتهجموا عليها ويقولوا في برشا اكاذيب، واحنا نغيروا عليها خاطرها صديقتنا وخاطر نعرفوا نضالها خاطرها تونسية. قررنا من الانترنت كالعادة باش ان نعبروا على المساندة نتاعنا، بدينا بفيسبوك وزيد، وبعديك فما بسام بوغرة وسفير شرابي وعبد الكريم اقترحوا ان نتلاقاو اليوم هوني باش نصوروا دي فيديو نحن نعبروا فيها علاش احنا مساندين لينا. حكاية سهلة، قلنا علاش ما نعملهاش. هاتك الصح، ميرسي بوكو.